الاثنين 13 نوفمبر. مساء الخير متابعينا على قناة التاسعة، بداية أسبوع موفقة للجميع، وأكيد عودة على أبرز أخبار نهاية الأسبوع. الأعين اتجهت إلى البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض اللي كان مخيب للأمال. باش نرجع على تفاصيل وتفاصيل التطورات في غزة، لكن أيضا الأخبار الوطنية. باش يكون هو حاضرين معنا حسام الدين تويتي، مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، باش نحكيو على الأسعار الجديدة لبعض المواد، مدى توفرها من عدمها. هذا الكل على طاولة النقاش مع حسام الدين تويتي، لكن أيضا أصلان برجب رئيس كونكت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، باش يحكي لنا على المؤتمر اللي أفضى أنه يكون على رأسه رئيسا جديدا بعد طارق الشريف، وتحدياتهم واللائحة الاقتصادية، وشنو الجديد في العهدة هذه بالنسبة لي أصلان برجب. سعيدة أنه يرافقني في التحليل والنقاش الليلة كل من خليفة بسير. مهلا سلام بك، مساء النور. لطفي العميري، مساء الخير. رياض جراد، مرحبا بكم جميعا. البداية بأبرز الأخبار. أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت أول أمس الموقف التونسي. ذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها بأن تونس تحافظت على ما ورد في قرار القمة ما عدا ثلاث عناصر، وهي كالأتي: الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا، وثالثا رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين. تقريبا إجماع، وكأنه ماهوش جديد خليفة الموقف، أنه لم نكن ننتظر شيئا من هذه القمة اللي سموها أو أسموها بالطارئ، أو كان تم دمج ما بين زوز قمم عربية والإسلامية من أجل النظر في تطور الأوضاع في فلسطين. وهذا البيان الختامي أكد الانتظارات التي كانت متوقعة، ولا التحاليل التي ذهبت في أن القمة لن تضيف شيئا لا إلى غزة ولا إلى فلسطين ولا إلى ما يحدث هناك. وأكد هذا منتظر، يعني قمة تلك حدود الله في سياق لا سمح الله، يعني هذم لا يمكن أن ننتظر منهم موقف سيقلب الطاولة أو سيرد الاعتبار المقاومة أو باش يطرح موضوع جدي قديم. لماذا هذا النظام العربي الإسلامي لم يستخدم الورقة الاقتصادية؟ ما عنده حتى ورقة. شنو الورقة اللي عنده الاقتصادية؟ عنده النفط مثلا، ما يملكوش النفط. مش صحيح، هاي القواعد الأمريكية موجودة في الخليج. شنو الأوهام اللي عاد القواعد الأمريكية في العراق وفي الخليج، وتضرب في سوريا، هاي دولة مستقلة ويدخلوا لأي بلد، ما عندناش استقلال ويبيعوا في النفط باش يعيشوا ويستخاتوا، ولهم عندهم اقتصاديات أو مستقلة. علاش قلت لك النظام الرسمي العربي حتى لو يملك بعض المواقف ضد وضد، وضعه الاقتصادي وهشاشته وبنيته ووضعيته انتهى النظام الرسمي العربي. في استمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 38 على التوالي، إلى حد الآن 11200 شهيد فلسطيني. الجريء والثوري جدا في تلك الفترة، لكن اليوم فما سلاح ما هو أفضل، لكن يخير عدم استعماله. نحكي على الصناديق السيادية الخليجية، وخاصة صندوق السيادي السعودي والقطري، واللي هما تقريبا الأكسجين اللي تتنفس بها اقتصاد. نجم تتخيل اش ينجم يعمل، قداش من دولة عربية إسلامية ينجم ينقذها من الفقر. احنا نتحدث على غزة، ونتحدث على التخلف العرب على مناصرة الفلسطينيين. أليست تونس في حالة حصار مالي واقتصادي؟ هل تقدمت دولة عربية واحدة ومدت يد المساعدة لتونس في هذه السنوات الضنكة والصعبة؟ ألسنا في حالة قصف احنا من عديد العواصم الغربية؟ نحن نعيش هذه الحالة، ولم تتقدم دولة عربية واحدة حتى بوديعة بإمكانها أن تنعش الاقتصاد التونسي، وبالتالي تعودنا هكذا مواقف من الأشقاء العرب. ما حصل؟ علاش؟ طب نقطة أخرى لطفي، احنا اللي تسألناه تو تونس عملت كانت الاستثناء، نبض الشارع ما لقيناهش، والتظاهرات اللي شفناها في عدة شعوب عربية وفي عدة بلدان عربية ما لقيناهش يترجم من خلال التصويت ضد لائحة تدين أفعال الكيان الصهيوني، وتكون أكثر يعني تتجاوز البلاغات والخطابات الكلامية من قبل 57 قادة إلا من رحم ربي، لأن هم أنفسهم
مرتهنين وراهين هذه الأنظمة كما أمريكا وكما كيان الصهيوني اللي جايين اللي هما حاطينهم هما بيدهم معناها. إيه كما قال لك هي معناها الكبرى العواصم هذه موجودة فيها قواعد معناها عسكرية أمريكية وبالتالي هي لا هي لا تملك قرارها ولا ستسيدة نفسها. ومتى كانت معناها الشعوب العربية متناغمة مع قادتها القاطعة موجودة معناها منذ عشرات السنين إلا فيما رحم ربك. أنا في اعتقادي القمة هذه أولا اختيار إجراءها أيام وشهر تقريبا بعد اندلاع هي السلطة الفلسطينية الآن نيجي. هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني حسم أمر مع حماس. هذا لا يكفي لأنه شفنا مثلا أن الدولة كما تونس تحافظت على هذا القرار وهذا القرار إلا في ثلاثة بنود قبلت به إيران. وقت نقولوا إيران نقولوا الراعية الرسمية لحركة حماس. هناك معناها نوع من الواقعية السياسية لوريال بوليتيك اللي هو يتحكم في طريقة رسم مرحلة ما بعد الحرب. هذه الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية له. المسألة متعلقة بعض أسابيع ثم سنذهب نحو ترتيب مرحلة ما بعد هذه الحرب. وبالتالي الدول القوية الحاضرة تريد أن يكون لها كلمة في هذا الترتيب الجديد. كي نشوفوا بعض البنود اللي تتحدث على معناها إدانة الدول التي تسلح إسرائيل. نحن نعرف معناها حجم المبادلات العسكرية بين تركيا وإسرائيل. يعني من أقدم وأعرق وأمتن العلاقات العسكرية تلك الموجودة بين تركيا وإسرائيل. كي نرجع حتى 58 نلقاو المعاهدة الشهيرة اللي أمضاها بن غوريون مع أكثر وزير الأول التركي عدنان مندريس. وإلى اليوم السلاح الإسرائيلي في جانب كبير منه وخاصة الطيارات المسيرة هي معناها من السوق سوق السلاح التركية وهي أصبحت سوق متطورة ومطورة جدا. تركيا تحضر هذه القمة لتبحث في مرحلة ما بعد غزة وما بعد حماس وتدين إسرائيل وفي نفس الوقت هي معناها حريف كبير جدا لإسرائيل. يمكن إذا كان ناخذ مواقف الدول العربية وإحنا حكينا على تونس وتحفظها على هذا البيان الختامي ما عدا ثلاث بنود اللي ذكرتهم في أول الحصة رياض، تونس ممكن ما نجموش برشا نتحدثوا عليها لأنها تاريخيا مواقفها كانت مبدئية في مثل هذه القضايا. ونعرفوا حتى أول التسعينات تصويتها ضد الحرب في العراق ودخول العدوان إلى العراق. يمكن تونس حتى تغيرت الأنظمة تغير الرؤساء لكن الموقف شعبي ولا رسمي قعد هو بيده لم يتزحزح. بطبيعة حال مماليك تاريخيا تونس موقفها واضح إزاء كل القضايا العربية والقومية وموقفها واضح إزاء القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. موقف تونس لا أحد يزايد عليه في العالم من حيث شجاعته وضوحه وقوته ورقيه في دعم المقاومة الفلسطينية وفي دعم الحق الفلسطيني. فيما يتعلق بالبيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض مليك فإنه بالفعل كانت مخيبة لآمال الشعوب العربية على الأقل. وفي الحقيقة نحن لا نستغرب ذلك لأنه البيان الختامي لهذه القمة كان مخيبا للآمال كما كان من قبله البيان الختامي الذي اكتفت به الرئاسة المصرية فيما سمي بقمة السلام في القاهرة وكما كان من قبله القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية كذلك مباشرة إثر معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. موقف تونس كان واضح تحفظنا على ذلك البيان وقتها جملة وتفصيلا، رفضنا الحضور في قمة الاستا لم يحدث. وبالتالي الكيان الصهيوني هو تقريبا الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما تشاء في ظل صمت عربي وصوت دولي رهيب. في الأثناء تتواصل المجازر ويتواصل التذبيح والتشريد لأبناء شعبنا في فلسطين. في الأثناء نحكيه على إرسال ثاني شحنة مساعدات تونسية لغزة تقدر ب 13 طن من المستلزمات الطبية والغذائية. أقلعت صباح اليوم من القاعدة العسكرية بالعوينة نحو مطار العريش المصري. وإحنا الأكثر تفاصيل تنضم لنا عبر الهاتف بثينة قريقبة الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي. مساء النور.
مساء النور ملاك، مساء النور لكل مشاهدي قناه التاسعه. استاذه بثينه جريك، شنو تنجم تقول لنا على الشحنه الثانيه من المساعدات التونسيه نحو غزه؟ كيفاش باش تدخل؟ شنو اللي فيها؟ نعرف الصعوبات في وصول هذه المستلزمات اللي بعثتها تونس، او المساعدات اللي بعثتها تونس كغيرها من المساعدات. اليوم ثم تسهيلات بدخول كل هذه المساعدات الانسانيه؟ المساعدة هي في إطار الشحنة الثانية للمساعدات وهدايا الشعب التونسي إلى الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. كميتها 13 طن، فيها معناتها حاجيات أولية وأولوية مطلقة حسب القائمات التي يرسلها الهلال الأحمر الفلسطيني، اللي احنا في تنسيق مستمر معها عبر بلاغات الإغاثة وعبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في تنسيق مستمر أيضا مع الهلال الأحمر المصري. بها أكثر من 10,000 طبق جاهز للاستعمال. تعرفوا أنه تم تدمير المنازل، ولذا خيرنا أنه نقدموا حاجة سهلة الاستعمال وجاهزة للاستعمال خاصة في المواد الغذائية. فيها أيضا مجموعة وكمية كبيرة من أدوية، وخاصة أدوية التدميج والمضادات الحيوية. فيها كراسي متنقلة، فيها معدات طبية، فيها أغطية، فيها حليب أطفال، وفيها رضاعات أيضا دي بيبرون للأطفال. هذه الشحنة الثانية بعد أن كنا أرسلنا أيضا كمية أخرى في يوم 15 أكتوبر. وطبعا ستتتالى المساعدات والهدايا التونسية لفائدة أشقائنا، وهذا أقل واجب يقوم به الهلال الأحمر التونسي طبعا نيابة عن كل الشعب التونسي، وبإذن خاص من سيادة رئيس الجمهورية اللي تبع فيها الحملة الوطنية للتبرع. الحقيقة اللي كانت حملة غير مسبوقة كما وكيفا، أظهرت وحدة وطنية سماء حول هذا الهدف الإنساني. الشحنة الأولى كانت دخلت وتم توثيق هذا ونشر صور دخولها إلى قطاع غزة وتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين. ثم هذه الشحنة أيضا سنحرص ونستمر التنسيق من أجل أن تدخل في أقرب وقت حتى معناتها تلبي رسالتها وحتى تصل لأشقائنا وحتى تتم إغاثة المرضى اللي كما تعرفوا توا في المستشفيات بعد أن خرج مستشفى القدس عن الخدمة والغديد من المستشفيات الأخرى. حتى العمليات يعني قاعدين يقوموا بها بلاش بنج. ومن منبركم هذا نداء إلى كل الفاعلين الدوليين، نداء أن أغيثوا أشقائنا في غزة، أن افتحوا المعبر لمرور المساعدات، لأن الوضع الحقيقة قاعد يتصعد نحو الأسوأ للأسف. قاعد الأمور تسوء وخاصة بعد انهيار المنظومة الصحية. رجاء لكل الفاعلين ولكل الناس اللي تعمل على تثبيت والقيام بدورها كفاعلين في المجال الإنساني وكفاعلين أيضا في المجال الحقوقي، لأن المسألة الآن متعلقة بالقانون الدولي الإنساني. شكرا. بضرب القانون الدولي الإنساني، بتدمير المنازل على الآمنين، بقطع سيارات الإسعاف. واضح مالوغوزمون هذه هي الصورة. بثينة جريك ناطقة رسمية باسم الهلال الأحمر التونسي، وتأكيدا لكلام ضيفتنا مدير الأونروا يقول أنه عمليات الوكالة الميدانية ستتوقف في غزة في غضون 48 ساعة القادمة، حيث لا يسمح بدخول الوقود. صورة كارثية. رئيس الجمهورية يعرج على المسألة والحق الفلسطيني خلال زيارته إلى ولاية تقبل اللي كانت نقل إلى رجيم معتوق، يقول بأن شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس، وستهب على هؤلاء الخونة وعملاء الصهيونية ريح صرصر عاتية، وستتركهم كأعجاز نخل خاوية. وفق تعبيره الأولانية نخل وستكون باسقة، أما نخيلهم سيبقى كعجاز نخل خاوي، ولكن نخيلنا إن شاء الله هو الذي سيبقى ويبقى باسقا. الزيتونة المباركة، ثم القوارص، ثم الرمان، ثم الخوخ في تونس في الصحراء، وإن شاء الله الصحراء كلها تصبح خضراء. هؤلاء
الخونة وهؤلاء عملاء الصهيونية، ونتذكر وأنا أزرع هذه الشجرة أن الشجرة شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس، وستهب على هؤلاء العملاء ريح صرصر عاتية، وستتركهم كأعجاز نخل خاوية، وسنواصل المسيرة معا حتى تكون صخضراء في كل مكان. الأمور في سياقها لطفي، عيد الشجرة، اختار رئيس الجمهورية أن يتوجه إلى ولاية القبلي بالتحديد رجيم معتوق والمحدث، والرسالة فلسطين وتونس. شوف احنا نحكو لو كان جات الدنيا دنيا على معجزة تونسية ممثلة في رجيم معتوق، البقعة اللي كانت تقريبا نسيا منسيا كانت فيها تقريبا دار لا أكثر ولا أقل، وبطبيعة الحال عندما تم أحداث ديوان تنمية معناها رجيم معتوق ذولي في 1988 وبدأ الاشتغال عليه من 1984 وبمساهمة كبيرة وكبيرة جدا من وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني، وكان هذا في إطارين، الإطار الأول هو مكافحة التصحر وهي ظاهرة خطيرة جدا ولليوم تونس قاعدة تقريبا تحارب فيها لكن بوسائل بسيطة وبسيطة جدا، وكذلك تعمير الجنوب التونسي، وإحنا نعرفوا الأطماع اللي كانت عند الجار الليبي خاصة العقيد مرحوم عمر القدافي، وشهدت المنطقة هذه معناها عناية كبيرة وتم تشجيرها بالنخيل وبالزيتين وبأشجار غلال. اليوم نحكيه على رجيم معتوق اللي تحولت إلى معتمدية وتقريبا عامرة معناها إعمار كبير برشا، واليوم رجيم معتوق للأسف السردية السياسية تعاملت معها في السنوات الأولى بعد سقوط بن علي على أساس أنها فقط كانت معتقل لبعض الطلبة، لكن رجيم معتوق هي معجزة تونسية كان المفروض أنها تشهد العناية وأنه يكون لها عديد النسخ في عدة مناطق من الجنوب التونسي. جيد جدا أن رئيس الدولة في عيد الشجرة ينتقل إلى أعماق الجنوب التونسي ويشرف بنفسه معناها على استدامة هذه المبادرة الطيبة والبيئية الجيدة اللي بادر بها الزعيم الحبيب بورقيبة. نتمنى أنه عملية تشجير وإعادة تونس الخضراء إلى خضرتها السابقة تكون محل عناية كبيرة من رئيس الدولة، ولا تقتصر فقط على مجرد احتفال موسمي، بل لابد أن تكون مشروع دولة، لابد أن تذهب تونس إلى التشجير وخاصة في الجنوب. احنا كي ناخذ مثال متاع مصر ببادر عبد الفتاح السيسي تم الإذن بزرع 10 مليون شجرة زيتون، هذا مقدور عليه في تونس، بل ولهذا لابد أن يكون مشروع دولة حتى تصبح تونس فعلا الخضراء تونس خضراء، لأن وقت نحكي مثلا على الزيتون نحكي على زيت الزيتونة اللي اليوم القيمة نتاعه في الأسواق الدولية تعرفوها والسعر نتاعه تعرفوه في ارتفاع كبير، بل أنه أصبح يلقب بالبترول الأخضر. احنا عنا باع وذراع، عنا تقاليد في الشجرة المباركة هذه، مفروض على الأقل هك الآلاف اللي دخلوا يخدموا في البستنة سواء في الحوض المنجمي أو في غيره من مناطق الجنوب مفروض تعهد إليهم بغراسة آلاف إن لم تكن ملايين من الزيتين حتى بعد 5 أو 10 سنوات تكون المنطقة ذيك خضراء وما عادش تعيش فقط من الفوسفات، بل تولي تعيش من الزيتون ومن زيت زيتون. ناهيك أنه في ظل الصعوبات والشح المائي والستريس هيدريك اللي قاعدة تعيش فيه تونس، الزيتونة من أفضل الأشجار وقدرة على مقاومة التغيرات المناخية هذه، فقط تستحق بالبداية شوية عناية ومن بعد تولي اتعمل على روحها، فليكون مشروع الدولة وليتبنى رئيس الدولة المشروع هذايا ويحرص بنفسه أنه في غضون العام هذايا يكون مثلا تم زرع ملايين مشاتل الزيتون والنخيل وغيرها، لكن خاصة مثل في جنوب تونس موجود مثل هذه المشاريع حتى في منطقة باجة. أنا شخصيا شفت مشاريع متاع زيتون واللي هي تحصلت وحصدت على جوائز عالمية، ومنها حتى نوع من زيت الزيتون الذي يعالج يعني مخصص حتى للمرأة يعالج سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله. طريقة السقي القاوها سهلة avec les jarres، دونك
بشكل كما يستحقوش البرشا سقي، وحاز على عدة جوائز عالمية من واشنطن إلى إيطاليا إلى يعني، ومشهود له بالجودة والكفاءة. كنا نسمع به زيت زيتون تاع بن اسماعيل، هو ماهوش اشهار لكن هذايا توانسه من اجود اي انواع الزيوت في العالم، الزيت التونسي. الشيء اللي خلى مثلا الايطالي وبرتغال واسبانيا ياخذوا الزيت التونسي خلطوه بالزيت نتاعهم، لان الزيت نتاعهم اقل جوده، وللاسف يتباع في الاسواق العالميه باسماء وماركات طليانيه اسبانيوريه برتغاليه. اليوم شفنا حتى في قانون الماليه الجديد، في قانون الماليه الجديده في 2024 ثم تشجيع الخواص على تعليب زيت الزيتون باش تصير هكا الفالور اجوتي هذيك، ويخرج كي يتباع لبرا ما عادش نبيعوهم فراك، نولوا نبيعوه معناها باسم تونس، وبطبيعه الحال المردوديه الماليه نتاعو تكون اكبر برشا. بعد الفاصل باش نحكيو على الفصل 411 من المجله التجاريه، وايضا الصلح الجزائي. فاصل ثم نعود.